السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم عبير عبد الرازق، أستاذ مساعد قسم تمريض أطفال. طبعا سعيدة بوجودي مع حضراتكم النهاردة وإن شاء الله أفيدكم. وطبعا الشكر موصول لسيادة العميدة وسيادة الوكيلة دكتورة أمل ومنسقي الإي ليرنينج دكتور غادة طبعا ودكتور محمد، وأهلا بجميع الحضور. وطبعا شكرا جزيلا للدكتورة رشا أبو حديدة زميلتي في القسم. إن شاء الله بإذن الله هتكلم على اخر اتنين اوت لاين، وهم اول حاجه هاو تو ديزاين ا كورس. فانا طبعا انا هشتغل على كورس متاح ليا انا اديتنج كتيتشر فيه، مش هينفع اخد كورس ما ينفعش اعمل عليه اديتنج. فانا هاخد كورس ديفلوبمنتال سايكولوجي هفتحه مع حضراتكم كده، وهنشوف ازاي نصممه ان شاء الله، ازاي بعمل له فورمات وازاي هيظهر للطلبه. يعني لما الطالب يدخل عليه ان شاء الله باليوزر نيم بتاعه والباسورد هيظهر للطلبه ازاي. تمام كده؟ فانا باذن الله اول حاجه، طبعا معذره تاني النت طبعا بطيء شويه. اول حاجه هنضغط على edit setting. هتظهر لي الشاشه دي عشان ايه ابدا املى البيانات اللي قدام حضراتكم دي. طبعا الفول نيم الكورس ديفلوبمنتال سايكولوجي، لو في شورت نيم هكتبه. كورس كاتيجوري ده خاص بالديبارتمنت، بكتب النيم اوف ديبارتمنت. كلمه فيزيبل دي معناها انا عايزه الكورس ده يبقى ظاهر دلوقتي ولا مش ظاهر للطلبه. تمام. بعد كده كورس ستارت ديت، انا طبعا كتبت التاريخ بتاع العام الجامعي الجديد ان شاء الله. كورس اي دي طبعا ده الكود الخاص بكل مقرر. بعد كده هننزل شويه تحت كده هنلاقي في حاجه اسمها ديسكريبشن، ودي خاصه بالكورس سمري. بكتب هنا في البوكس اللي قدامنا دوت، بكتب ممكن اكتب كورس ديسكريبشن، اكتب كورس اوبجكتيف وهكذا. لو مش عايزه اكتب كل حاجه ممكن كمان عندي اعمل ارفق فايل هنا، سواء فايل وورد او بي دي اف او مثلا صوره، والصوره دي هتظهر لي على الانترفيس او على صفحه الصفحه الرئيسيه بتاعه الكورس. يعني مثلا سهل لو هنعمل هنا هو اتاتش الصوره مثلا، اوري حضراتكم. هعمل تشوز الفايل، انا هنا هحمل صوره هعملها اوبن هنا وهعمل ابلود. هتبدا تتحمل لي هنا الصوره، ولما اعمل سيف في الاخر هتبدا تظهر لي الصوره دي على الكرسي من بره. تمام كده. بعد كده هخش على بقيه تصميم الكورس. عندي حاجه اسمها كورس فورمات. كورس فورمات اول حاجه عندي فيه هنا اربعه اوبشنز. عندي اول اتنين اوبشنز دول حاجات مش فورمال بالنسبه لنا، بتتعرض في صوره سوشيال زي المنتدى. فانا هختار يا اما هعرض الكونتنت للطالب يا اما بالتوبكس يا اما بالويكس. تمام كده. معنى ايه الكلام ده؟ انا مثلا عندي 15 اسبوع، فانا هقول فيرست ويك، سكند ويك، ثيرد ويك وهكذا. يا اما هعرضها بالتوبكس، هقول مثلا توبك 1 واكتب جنب منه اسم المحاضره، توبك 2 وهكذا كده. تمام. طيب بعد كده عندي حاجه اسمها نمبر اوف سيكشنز. النمبر اوف طبعا لو انا عندي الدفعه هي مجموعه واحده فمش مش بقسمهم لسيكشنز، فبكتب هنا هو عدد الاسابيع او عدد التوبكس. لكن انا لو عندي الدفعه مثلا كبيره مقسماها لاثنين جروبس مثلا، وكل جروب مثلا هديله سبعه سيكشن، يبقى سبعه في اثنين ب 14، يبقى هكتب هنا مثلا ايه 14. تمام كده. هننتقل كده لنقطه ثانيه بعد كده، حاجة اسمها hidden sections. لو أنا مثلا منزلة التوبكس طبعا ومنزلة عاملة ابلود للوورد والفيديوز والكلام ده كله، لو أنا في بعض السكشنز من المحاضرات عاملاها hidden مخليها مش مرئية للطالب، لو الطالب فتحها مش هتبقى ظاهرة. أنا عندي هنا اتنين اوبشن، يا إما هتبقى السكشن دي completely invisible مش هتظهر خالص للطالب. يعني مثلا لو أنا عاملة hidden لtopic 2 مثلا يعني، فهيظهر لي topic 1 وبعد كده topic 3 على طول. ده لو أنا عاملة completely hidden لtopic 1 لtopic 2. تمام كده. لكن لو أنا عاملاه hidden في collapsed form هيظهر لي topic 2 كتايتل بس، لكن الكونتنت هتبقى hidden لحد ما أنا أفتحها. في الحالة دي الطالب هيقدر يشوفها.
بعد كده حاجه اسمها كورس لاي اوت، ودي عباره عن انا الكورس دلوقتي او الكونتنت اللي هتظهر لي او التوبكس السوري اللي هتظهر لي، عايزه كل توبك بمحاضرات وبالفيديوز اللي انا منزلاها بالباوربوينت بالوورد الحاجات دي كلها، كل توبك هيظهر في صفحه منفصله ولا عايزه كل التوبكس في صفحه واحده، يعني كلهم على بعض كده ظاهرين في صفحه واحده، ولا كل توبيك يظهر في صفحه منفصله؟ دي طبعا كل كورس كورنيتور بيظبطها. تمام. بعد كده في حاجه اسمها الابيرنس، ازاي هيظهر برده من ضمن الايكونز اللي عندي. طبعا بختار اللغه، عندي ديفولت طبعا الانجليش، احنا طبعا الكورس بتاعنا بالانجليش. في حاجه بعد كده اسمها نيوز ايتمز تو شو. ايه مقصود بيها نيوز ايتم تو شو؟ انا عندي لما ابص على صفحه الانترفيس بتاعه الكورس الصفحه الرئيسيه على اليمين بيظهر لي اخر اكتيفيتي اتعملت، سواء اكتيفيتي انا عملتها او الطالب عملها. مثلا عملت بوست الفورم، عملت بوست المسج معينه والطلبه ردوا عليا، فانا عايزه اخر كام اكتيفيتي تظهر لي، مش عايزه اكتيفيتي تظهر خالص ماشي، ولا عايزه نيو ايتم اخر نيو ايتم اتعمل هو بس اللي يظهر، ولا ايه بالظبط؟ هختار من السكيل اللي عندي ده. تمام كده. بعد كده عندي حاجه اسمها شو جريد بوك تو ستودنت. الاول يعني ايه جريد بوك؟ جريد بوك احنا لو حضراتكم تتذكروا كل كورس بيكون فيه ميثود اوف اسسمنت. مثلا عندي سي مثلا كورس زي كورس الديفلوبمنتال سايكولوجي من 100 درجه، بقسمه مثلا 80 ريتن اكزام و20 اعمال سنه ميد ترم مثلا. فالجريد بوك ده او التصميم بتاعه دوت البلاتفورم دوت بيسمح لي بفورمات معينه من خلاله ممكن احط الدرجات دي، يعني ودي طبعا هتبقى لها ورشه عمل مستقله ان شاء الله هنتعرف عليها فيما بعد. دي حاجه اسمها جريد بوك، ومن خلاله اقدر احط درجات الطلبه. يعني هفتح مثلا الفورم اللي فيه جريد بوك وهحط درجات الطلبه مثلا 80 درجه ريتن اكزام و20 عملنا ميد ترم، وهحط اسامي الطلبه واحط لهم الجريدز بتاعتهم. دي كده اسمها جريد بوك. فهل انا هسمح للطلبه يشوفوا الجريدز بتاعتهم ولا لا؟ تمام. بعد كده حاجه اسمها شو اكتيفيتي ريبورتس. اكتيفيتي ريبورت لو انا دخلت بقى على جريد بوك وخدت ريبورت بدرجات الطلبه زي ما بعمل مثلا ماستر شيت او مثلا شيت خاصه بالميد ترم اكزام، هل انا عايزه الدرجات دي تظهر للطلبه برده ولا مش عايزاها تظهر للطلبه؟ طبعا انا هختار يس اور نو حسب ما يطرا ليا. تمام. بعد كده عندي حاجه اسمها فايل اند ابلودز. دي لها علاقه بالمساحه المتوفره ليا او الماكسيمم سايز، بالمساحه المتوفره ليا اللي من خلالها بقدر اعمل ابلود للمحاضرات او الفيديوز او الباوربوينتس. وطبعا دي 10 ميجا بايت حجمها ليميتد، وكانت الدكتوره غاده قالت لي ان هم بعتوا للجامعه ان هم يحاولوا يرفعوا السايز شويه. بعد كده في حاجه اسمها جيست اكسس. دكتور رشا تطرقت للجزء دوت في البدايه. يعني ايه جيست اكسس؟ واحنا عندنا في الانرولمنت للكورس في اربع حاجات، في ستودنت، في اديتنج تيتشر، وفي نون اديتنج تيتشر، وفي جيست. طب الجيست دوت ده مش انرولد جوه الكورس. طب لو انا عايزاه اوري له حاجه في الكونتنت مثلا يعني، فانا هو مالوش اكسس. لو انا عملت اكسس ليه وعملت يس تمام، فاصبح كده لازم اديله باسورد تو جين اكسس على الكورس. تمام. لكن لو انا عملت مثلا نو، بصوا حضراتكم نو هتلاقوا الحته دي مش اكتف كده. تمام. طيب بعد كده هنخش على حاجه ثانيه اسمها جروبس. انا لو عندي الدفعه هي جروب واحد وانا مش مقسماه، فكده مش هختار اي حاجه من الايكونز دي. لو انا هقسمهم مثلا سي تو جروبس، ففي الحاله دي عندي نوعين من جروبس، في حاجه اسمها سيبريت جروبس وفي حاجه اسمها فيزابل جروبس. ايه الفرق بين الاثنين؟ سيبريت جروبس معناها ان انا زي مثلا عندي قسمتهم مجموعتين، مجموعه في لاب 1 ومجموعه في لاب 2، اصبح مجموعه 1 مش هتشوف لا مجموعه 2 ولا مجموعه 2 هتشوف مجموعه 1 ولا مش هيطلعوا على بعض. دي اسمها ايه؟ سيبريت جروبس. لكن فيزابل جروبس معناها اكني حطاهم كلهم في لاب واحد، حاطه الطلبه كلهم في لاب واحد، بس مثلا مجموعه في كورنر ومجموعه في كورنر ثاني، فاصبح كده هم هيشوفوا بعض وهيشوفوا الاكتيفيتي اللي كل واحد بيعملها ايه كده. تمام. دي خاصه بالجروبس. طيب بعد كده في حاجه اسمها رول رينيمينج، ودي الادمن هو اللي بيعملها. دي بنسمها بالديفولت لان ساعات بيكون فيها ميس اندرستاند. مثلا اقول الكورس كرييتور، اقول مثلا دكتور كذا،
طبعا هنا مش عايز النيم، هنا عايز الرول بتاع الايه اللي هيعمل كريشن للكورس، تمام كده؟ فبسميه مثلا كورس ادمنستريتور كده. تمام لحد دلوقتي في اي مشكله؟ بعد كده هنعمل سيف تشينج. هوري بس حضراتكم، لو انا مثلا عملت شيفت للرول وخليت نفسي انا ستودنت، انا هشوف ال انا هشوف ال ال الكورس ازاي. من هنا عملت سويتش رول، ماشي، معذرة بس بيحمل. لو خليت نفسي انا هنا ستودنت كده، كده اكني انا طالب وببدا بشوف الكورس. بص كده يا جماعه معايا حضراتكم، بصوا مثلا توبيك 1 شايفين، وبعد كده عندي توبيك 2 انا كنت عاملاه في كولابسد فورم، فكده اعطاني تايتل للمحاضره انها اللي هي توبيك 2 بس، بس هي ايه نوت افيلابل. لما انا ضغطت على الهيدن سيكشن وكتبت عليها انها ايه هيدن ان كولابسد فورم، لكن انا لو كتبت ان الهيدن سيكشن دي كومبليتلي انفيزبل الجزء ده ما كانش هيظهر خالص، هيظهر لي بس توبيك 1 ورا منه توبيك 3 على طول كده. تمام، انا كده هرجع بقى للرول بتاعي كتيتشر تاني عشان نبدا ننتقل لاخر اوت لاين ان شاء الله. هتكلم دلوقتي على اخر اوت لاين، وهو اللي هي الديفرنت كوميونيكيشن شانلز بتوين تيتشر اند ستودنتس. دكتور رشا ذكرت منها اول حاجه اللي هي المسج، في بعد كده عندي حاجتين تانيين اللي هم تشات والفورم. اول حاجه بضغط على تيرن اديتنج اون عشان لازم الشخصيه دي الخاصيه دي افعلها عشان اقدر اعمل اديتنج على الكورس. بعد كده هعمل اد اكتيفيتي ريسورس. دلوقتي هنشئ تشات روم، اول ميثود كميثود اوف كوميونيكيشن بتوين التيتشر والستودنت. تشات اهي يا جماعه، تمام، وهعمل اد. طبعا اول حاجه هدي للشات دي نيم، هقول مثلا سي تشات 1. بعد كده هديها ديسكريبشن، هقول مثلا الشات دي مثلا تشات ويل بي اون مونداي ات 9 PM. تمام كده، انا كده لسه بعمل كونستراكشن لشات شات روم. طيب انا عايزه الشات دي تظهر لي على صفحه الانترفيس بتاعه الكورس، فهضغط هعمل كليك اهو على ديسبلاي ديسكريبشن اون كورس بيج. لما اخلص الكونستراكشن للشات هوري لحضراتكم كل كورس دلوقتي، وحضرتك حضراتكم هتشوفوا دلوقتي الشات ظاهره ازاي. طب كده لو انا هعمل شات روم واحده بس وخلاص انتهينا على كده. طب لو انا عايزه اعمل نيكست شات دي خاص بيها الايكونز دي، الايكون دي ده نيكست شات. طيب انا مثلا هقول هقابل الطلبه مثلا ويكلي في الشات روم دي، يعني هفتح الشات روم دي هقابل الطلبه اونلاين، ماشي كده، كل اسبوع. فمثلا كل اسبوع يعني هختار مثلا يوم 29، تمام كده 2020، وبرده هظبط هنا التايم على الساعه ايه اهو 9 تمام بي ام. طب بعد كده دي خاصه بايه بقى الجزء دوت خاص بايه؟ هل انا مش عايزه اعمل اي شات روم؟ يعني الاوبشن دي اول واحده معناها ان انا مش عايزه اعمل شات روم خالص. تاني واحده اللي انا هعمل شات روم واحده اللي هي في اول بوكس، اللي هي في اول بوكس ده شات روم واحده بس ومش هكررها. يبقى دي اول واحده معناها اللي انا مش هعمل شات روم خالص، دي اللي انا تاني واحده اللي انا مش هعمل ريبيتيشن للشات روم، اللي هعمل بس شات روم مره واحده.
هنا هعمل شات روم افري داي في نفس الوقت، ودي معناها ان انا هعمل شات روم ويكلي كده تمام. وانا بفضل الاخرانيه ويكلي، بحيث مثلا لو انا بدي محاضره اسبوعيا فبقابل الطلبه اسبوعيا، بحيث لو في اي اوبستكلز او اي في استفسار عن اي حاجه في المحاضره فبقابلهم اونلاين. ولسه هفرق لحضراتكم كمان الفرق بين الشات والفورم، بس لما نيجي للفورم ان شاء الله. بعد كده في حاجه اسمها سيف باست سيكشنز. الكلام ده معناه ايه؟ طبعا لما بفتح الشات روم بيحصل فيه حوارات ومسجز بيني وبين الطلبه، فهل انا عايزه اعمل ديليت للمسجز المسجز دي او الحوارات دي اللي بيني وبين الطلبه، هل اعمل لها نيفر ديليت ولا امسحها بعد سنه بعد دي بعد تو دايز وهكذا. فانا بختار حسب ما انا عايزه تمام. بعد كده في حاجه اسمها everyone can view bus section. هل انا كل البارتيسيبانت بسمح لهم ان هم يقدروا يشوفوا الحوارات وكل الدردشه اللي بتحصل بيني وبين الطلبه ولا لا؟ فانا برضو بختار اخر ايكون دوت، ده بسيبه للديفولت بتاع الجهاز. بعمل سيف اند ريتيرن تو كورس. بصوا حضراتكم هنا ظهرت لي الشات روم اهي، شات 1، وانا اظهرتها للطلبه اللي هي chat will be on Monday at 9 a.m. تمام. طب انا هتخيل بقى ان انا دلوقتي معاد الشات، وهدخل جوه الشات روم وهوري حضراتكم ازاي بعمل حوار انا مع الطلبه تمام. هي بتفتح لي الويندو ده الاول، دي خاصه بالفيرست شات اللي هي شات 1. الثاني سطر دوت ظهر لي عشان انا اعلنت ان في شات روم ثانيه كل اسبوع. يعني لو انا كنت عملت شات روم واحده بس ما كانش هيظهر السكند لاين دوت. طب ندخل بقى دلوقتي نعمل انتر، كليك تو انتر الشات روم. هيظهر لي الشاشة دي. أنا طبعاً عشان أنا أونلاين ماشي، فاسمي ظهر في المكان دوت. هيظهر لي كل البارتيسيبنت إنه اللي هم أونلاين معايا، ومن خلال بقى البوكس ده هقدر أبعت لهم أي مسج. هعمل مثلاً هاي وهعمل بقى سند، وهتتبعت الرسالة للكل تمام. ظهرت لي الرسالة هي فوق زي الماسنجر، زي الرسائل الحوارات بيني وبين زميلاتي على الفيسبوك تمام كده. طيب انا خلصت مثلا الشات روم دي كان مدتها ساعه، خلصتها مع الطلبه ورديت على كل استفساراتهم ماشي كده. بعد كده هطلع من هنا وهرجع بقى للكورس. هقول بقى ان شاء الله دلوقتي اخر طريقه او اخر ميثود اوف كوميونيكيشن تشانل بتوين التيتشر والستودنت اللي هي اسمها فورم. طبعا انا مفعله خاصيه تيرن اديتنج اون تمام. انا بس عايزه اقول لحضراتكم قبل ما اخش على الفورم نفسه، هفرق بين الفورم والشات. الشات دي يشترط لازم اكون اونلاين، التيتشر والستودنت اونلاين مع بعض، وجبت بقى في صوره ريجولار ميتنج، يعني بعلن عنه للطلبه من قبلها زي ما عملت كده قدام حضراتكم دلوقتي. لكن الفورم ده مكان الدسكشن، عامل زي منتدى من خلاله بعمل بوست للنيوز، اي حاجه نيوز خاصه بالكورس مثلا، ميعاد ميد ترم اكزام، ميعاد ميتنج هقابلهم فيه، اجازه مثلا استثنائيه عشان كوفيد 19 وهكذا. ده بيبقى ايه موجود منه. ممكن احط الفورم دوت في بدايه الكورس زي نيوز فورم دوت ماشي، عشان اقول اي حاجه جديده، اي اخبار جديده خاصه بالكورس، في ميد ترم اكزام يوم كذا، او في مثلا ميتنج للطلبه يوم كذا. في بقى ممكن اعمل بقى فورم تاني ماشي بعد كل محاضره، بحيث ان انا ابعت لهم سؤال. هوري حضراتكم ازاي دلوقتي. مثلا بعد توبيك الاولاني مثلا هعمل اد اكتيفيتي اور ريسورس، وهعمل كليك على فورم واعمل اد. انا دلوقتي بوري حضراتكم بعمل فورم ازاي. طيب ايه اسم الفورم؟ ممكن مثلا discussion about مثلا فرويد ثيوري مثلا
بما اننا احنا دلوقتي في الديفلوبمنتال سايكولوجي. تمام. طيب دي ايه الهدف منه بقى؟ ده ايه الهدف من الفورم؟ انيبل ستودنتس تو ديسكاس زير بوينتس اوف فيو. تمام. انا لسه كده ببدا يعني انشئ الفورم، لسه بعمل كونفيجريشن للفورم. تمام. طيب انا عايزه برضو زي الشات عايزه يظهر لي الفورم دي على صفحه الصفحه الرئيسيه للكورس، يبقى هعمل كليك هنا. والفورم طيب بسيبها بالديفولت بتاع الكورس اللي هي ستاندرد فورم فور جنرال يوز. في حاجه بس مهمه هنا عايزه اوضحها لحضراتكم بالنسبه لكلمه جريد. انا ممكن استخدم الفورم دوت كميثود اوف ايفالويشن، بحيث ان انا بعد كل محاضره ببعت للطالب فورم وابعت فيه سؤال واشوف مدى استجابه الطلاب وبيعملوا ريبلاي على السؤال بتاعي. فانا ممكن احط درجه ماشي من خلال البارتيسيبيشن واجابه السؤال على كل فورم. يعني انا المحاضره الاولانيه بعت سؤال واشوف الطلبه عملوا ريبلاي للسؤال وهكذا. تمام. طيب بعد كده هعمل سيف اند ريتيرن تو كورس. ظهر لي اهو الفورم اللي انا عملته، اللي هو هنعمل ديسكشن اباوت فرويد ثيوري. تمام كده. والهدف منه هدخل بقى كده جوه الفورم. انا بس عايزه اقول لحضراتكم ان الفورم مش شرط لازم اكون انا والستودنت اونلاين، غير الشات، الشات روم دي لازم تكون اونلاين زي الفيسبوك كده بالظبط، بعمل دردشه وحوارات مع اذر بارتيسيبنت على زي الفيسبوك. تمام. لكن الفورم انا بطرح سؤال للطلبه، بعمل له بوست. تمام كده. ولو في طالب مثلا كان اونلاين بيجاوب، لو ما فيش طلبه اونلاين منين ما بيفتحوا بيشوفوا السؤال بيجاوبوا. لا يشترط فيها ان انا اكون اونلاين مع الطلبه. تمام. طيب هل كده انا بعت سؤال للطلبه؟ انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا جاست عملت كرييشن للكونفيجريشن او الاستراكشر الخارجي للفورم. تمام. طيب انا هعمل بقى اد ا نيو ديسكشن توبيك. السبجكت بتاعي عباره عن ايه؟ يعني التايتل. انا كنت بتكلم دلوقتي عن فرويد ثيوري. تمام كده. فهقول مثلا هتكلم عن ستيجز اوف فرويد ثيوري. طب ايه السؤال بقى اللي انا هبعته للطلبه؟ ايه السؤال؟ مثلا ليست ماشي ستيجز اوف فرويد ثيوري. تمام كده. طيب في حاجه مهمه، سبسكريبشن. هل انا عايزه يبعت لي نوتيفيكيشن او اي اشعارات او اي مسج تقول لي ان الطالب ده عمل ريبلاي للفورم اللي انا بعتاه؟ انا دلوقتي عملت فورم للطلبه بسؤال معين على المحاضره الاولى مثلا. تمام كده. فهل انا عايزه وانس ان حد من الطلبه جاوب، هل عايزه يتبعت لي مسج ان في حد من الطلبه جاوب؟ فانا هختار يس اور نو. الجزء دوت بعمل اتاتش الفايل، بس انا بقى ممكن بسيبه للطلبه لما يجوا يجاوبوا على السؤال يعملوا اتاتش لفايل مثلا او صوره او اي حاجه تدعم الاجابه بتاعت الاجابه على السؤال. طب في حاجه ثانيه مهمه، حاجه اسمها ميل ناو. ميل ناو دي عباره عن ايه؟ انا ممكن اعمل ايميل ماشي، لو عملت كليك عليها اعمل ايميل لكل البارتيسيبنتس عندي، بحيث يتبعت لهم ايميل اللي انا دلوقتي بعت فورم في سؤال كذا، بحيث اضمن واتاكد ان الاسئله كلها السؤال وصل لكل الطلبه. بعد كده بعمل بوست تو فورم. هعمل كونتينيو. تمام كده ظهر لي، بصوا حضراتكم هنا ظهر لي ستيجز اوف فرويد ثيوري. طيب لما اضغط عليها بقى عشان اشوف السؤال، بصوا حضراتكم هنا ظهر هنا السؤال ليست، بس معلش السبيلنج بقى، ليست ستيجز اوف فرويد ثيوري. طيب
اول تو ايكونز يا جماعه عندنا هنا ثلاثه ايكون على اليمين، ايديت وديليت، دول خاصين بالتيتشر. انا ممكن اعمل ديليت للفورم اللي انا عملته دوت، تمام، او اعمل له ايديت، اعمل له ايديت فهيظهر لي البوكس اللي هو اللي فات اللي شفتوه حضراتكم. ممكن اغير اي حاجه في صوره الخط، عايز اكبر الخط، عايز اخليه ايتاليك وهكذا. طب هتخيل انا دلوقتي طالب ماشي كده وهعمل ريبلاي على السؤال، تمام اهو، هقول مثلا ايه هي الستيجز، مثلا اورال، اورال ستيج، انال، فاليك، وهكذا. اهو الطالب مثلا اهو زي ما كنت بقول لحضراتكم ممكن يكبر الخط يخليه بولد، ايتاليك، ممكن يرقمه، تمام، ممكن يعمل اتاتش اللينك مثلا، اتاتش الصوره وهكذا. بعد كده ممكن زي ما قلت لحضراتكم ان هنا ممكن الطالب يعمل اتاتشمنت لاي مثلا صوره او اي حاجه تدعم الاجابه بتاعت السؤال. وبعد كده بنعمل بوست تو ذا فورم. كونتينيو، تمام كده ظهرت لي مثلا اكن مثلا ده طالب واجابه السؤال بتاعته، اي طالب بقى هيظهر لي هيجاوب، هشوف كل اجابات كل الطلبه كده، تمام. انا بشكر حضراتكم جدا على حسن استماعكم، وانا كده خلصت اخر اوت لاين معانا، وبشكر جميع الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره عبير، وشكرا دكتوره رشا. وانا هبدا دلوقتي افتح الصوت عشان الدكاتره لو عندهم اي تساؤلات. فظيع، شكرا، فظيع فظيع رهيبه يعني. مش تخيل انت طالب بقى عندها في المحاضره. لا خلاص. طيب دكاترة اللي محتاج أو اللي عنده أي استفسار يوجهه لدكتورة رشا والدكتورة عبير، ممكن يعني يعمل ريز هاند وأنا هشيل الصوت، هشيل الميوت من عليه. تقريبا دكتورة نهى كانت رافعة إيديها. دكتورة نهى، تمام يا دكتورة غادة. أنا تمام، أنا بحاول أعمل أنميوت للدكتورة نهى بس مش راضي. طيب دكتورة عزة، طيب. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا جزيلا دكتور محمد ودكتورة غادة ودكتورة عبير ودكتورة رشا. شكرا بصراحة حضرتك. بصراحة معلومات قيمة جدا، وإن شاء الله ننفذها بإذن الله على أرض الواقع بإذن الله. أنا بس بتساءل في بعض الأيتمز كانت بتعدي مع دكتورة رشا ومع دكتورة عبير، إن أنا أملاها أو معناها، سواء كان في الفورم أو في الشات روم أو في البداية خالص في الانرولمنت بتاعت الستودنتس والكي وحاجات كده، كانت انا شايفاها وهي بتعديها انا مش فاهم، يعني مش فاهمه معناها، هل احنا ملناش دعوه بيها المفروض تتساب؟ طيب والف شكر ليكوا وللحضور جميعا. العفو دكتور، شكرا لحضرتك. انا هشوف دكتوره عبير ترد. اتفضل. ماشي. السلام عليكم دكتور عزة، اهلا بحضرتك. بصي حضرتك تحت امرك يا دكتور، تحت امر حضرتك وبالتوفيق للجميع يا رب ان شاء الله. بقول لحضرتك هو في ايكونز كتيره موجوده في الفورم والانرولمنت والكلام ده كله، الحاجات دي بنتعرف عليها باي براكتس،
فاهماني حضرتك ازاي؟ يعني انا عن نفسي لما اخدت تريننج في ال LMS اللي هو الليرنينج مانجمنت سيستم في حاجات كتيره ما اخدناهاش دي باي براكتس. انا كنت بفتح الايكونز وبتعرف عليها، فاهماني حضرتك ازاي؟ وصل لحضرتك اجابتي يا دكتور عز؟ حضرتك فهمتيني؟ يعني في حاجات لو في حاجه معينه حضرتك عايزه اوضحها انا ما عنديش مشكله، بس في حاجات احنا بنتعرف عليها باي براكتس، وفي حاجات بنسيبها بالديفولت بتاع البروجرام. تمام دكتور عزة؟ طب انا هعمل اميوت تاني للدكتور عزة. ايوه تمام يا دكاتره الصوت، بس حضرتك يا دكتور محمد بتقفل. تمام. يعني احنا المفروض مع نفسنا نتدرب على ما اظن. المفروض المود على الموديل بيدونا مساحه لاي ماده علميه او لاي سبجكتس احنا هندرسها، بيدينا مساحه او بيدينا كورس. دكتور عزة بعد اذن حضرتك ممكن بس اقول لحضرتك حاجه؟ ايوه اتفضلي يا دكتوره غاده. الصوت بيقفل معلش. معلش دكتوره، بس عشان في تقريبا مش كل الدكاتره عاملين انا ميوت. انا المفروض الجامعه بتديني مساحه للكورس بتاعي، فانا لو حبيت اتدرب واشوف الايكونز او الايتمز دي حاليا ما ينفعش طبعا غير لما يكون لي كورس اقدر اتدرب عليه. طيب دكتور عزة هرد على حضرتك في الجزئيه دي. هو الف شكر يا دكتوره غاده. اهلا بحضرتك دكتوره، حضرتك شرفتينا. في هرد بس بخصوص الجزئيه بتاعه الموديل احنا طبعا في زي ما قلت لحضراتكم في الاول ان في دورات تدريبيه او خطه تدريبيه معموله من الجامعه. اعتقد زي ما حضرتك حضرتي معانا ال ام اس هيتم تجميع اسماء اعضاء هيئه التدريس وايميلاتهم الجامعيه، وهيتفتح لهم سبيس للقرارات، والشغل ده هيتعمل يعني في الايام اللي جايه، وهيكون فيه كل حاجه بالتفصيل بالنسبه للموديل. كل الحاجات اللي حضرتك بتقولي عليها في حاجات طبعا انا بسيبها باي ديفولت، وفي حاجات ممكن حضرتك تغيريها. مبدئيا احنا ممكن حضرتك عندك اوريدي سبيس على 3.8 لان حضرتك كنت في ال ام اس، ممكن اي حد يدخل يتدرب عليه. وفي كمان عندنا في الكليه كل قسم ليه اكسس على المقررات بتاعته. حضرتك كمان ممكن تدخلي على الفيرجن 2.7 اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. ايوه برضه تجربي كل الحاجات اللي موجوده. تمام. لكن احب اطمن حضرتك ان بالنسبه للموديل هيكون في تدريب مكثف من الجامعه، وهيتم ان كل عضو هيئه التدريس يعني مثلا 4 اعضاء هيئه التدريس في كورس هيتفتح لهم كورس، يبقى ليهم اكسس على الفيرجن الجديد 3.8 اللي احنا هننوه عليه برضو مع بدايه في يوم الخميس ان شاء الله. تمام يا دكتوره، الف شكر. الف شكر. دكتوره غاده انا ممكن اقول بس حاجه اخيره قبل ما الفيديو قبل ما اللينك يفصل. بالنسبه لسؤال دكتور عزه، هو في برضو الموديل من الحاجات الكويسه فيه جدا ان هو بيقلو السيلف ليرنينج، فهو هتلاقي عند كل ايتمز يا دكتور او كل ايكون هتلاقي جنبها علامه استفهام. لو حضرتك مثلا، واحنا بتقابلنا الحاجات دي برضه، يعني احنا عارفين حسب البراكتس بتاعتنا، بس في حاجات بتقابلنا بنبقى مش عارفين دي معناها ايه، فبنقوم رايحين بنقف على علامه الاستفهام فبيبدا يشرحها لك بالتفصيل. غير كمان ان الموديل ليه قناه على اليوتيوب، يعني هي الشركه ذات نفسها ليها قناه على اليوتيوب بالفيرجنز المختلفه كلها بتشرح كده برضه. وزي ما دكتوره غاده قالت لحضرتك، يعني لو حضرتك واقف قدام حضرتك اي حاجه احنا تحت امر حضرتك في اي وقت طبعا. يعني الف شكر يا دكتور محمد، ربنا يخليك. جميعا مشكورين جميعا. العفو. اي سؤال؟ احنا قدامنا في الوقت باقي دقيقتين، فممكن لو في اسئله الدكاتره عندهم اي اسئله ثانيه. انا فاتح المايك، فممكن ان الدكتور يعمل انميوت ويسال عادي، مفيش اي مشكله. كانت الدكتوره نهى تقريبا كانت رافعه ايديها، مش عارف كان بالغلط ولا كانت قصدي ترفع. السلام عليكم يا دكاتره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت بس، هو ممكن فيديو او باوربوينت عن الموضوع، بحيث بس في النت قطع في حاجات، ففي حاجات فاتتني.
هو ان شاء الله احنا هنحط اللينك بتاع المحاضره بتاعه النهارده ان شاء الله على الجروب بتاع الواتساب بتاع الكليه ان شاء الله التسجيل. خلاص يعني. شكرا جدا لحضراتكم. باذن الله. في اي سؤال؟ انا بس هطلب برضو تاني، احنا طبعا عندنا ان شاء الله الورشة الجاية برضو هنكمل المودل. احنا النهاردة ان شاء الله اخدنا الجزء بتاع الستراكتشر، يعني ازاي انا هعمل اضبط السيتنج بتاع المودل، البروفايل بتاعي، الكورس هظبطه هقسمه ازاي لاسابيع ولا هقسمه لتوبكس، ازاي مثلا لو حابب ابعت مسج الانرولمنت بتاع الطلاب هيكون ازاي، هل هيكون بكي انرولمنت او انا هعمل لهم مانوال انرولمنت. كل الحاجات دي احنا تعرفنا عليها النهاردة. المرة الجاية ان شاء الله يوم الخميس معادنا برضو هيكون الساعة 8، وهيكون ازاي بقى نرفع الكونتنت على المودل. ان شاء الله هتبقى معنا دكتورة سحر لمادة، استاذ مساعد في قسم تمريض امراض النساء والتوليد. شرفنا حضوركم، واتمنى برضو ان احنا السادة المنسقين يساعدونا برضو ان هم يفكروا دايما اعضاء القسم بمواعيد الورش ان شاء الله. شكرا لحضور حضراتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله يوم الخميس باذن الله. شكرا للساده الحضور جميعا، شكرا دكتوره عبير، شكرا دكتوره رشا، الف شكر لدكتور محمد، شكرا للساده.